اليوم كنا احنا مجموعه ديال المحامين ديال الهيئه ديال طنجة، ازرنا المتهم احمد حليلو في المتهم بقضيه ديال السطف على المؤسسه البنكيه، مجموعه ديال الزملاء ازروه بشكل مجاني تطوعي لان الحاله الانسانيه ديالو هي اللي دعتنا اننا نضمنوا معاه. طبعا استمع له سيد الوكيل العام وتعاطف معه كانسان، ولكن الفعل الجرمي كيبقى قائم بذاته، نحن نستنكره ولكن الجانب الانساني يطغى. استمع له، تمتع بجميع الضمانات القانونيه ديالو في الاستنطاق، قال داكشي كامل اللي قام به داخل المؤسسه البنكيه، وانه كان الدافع وراء هذا السطو هو ان الحاله ديال الاب ديالو هو انه مريض مرض السرطان، وانه من دخل المؤسسه البنكيه انه دخل بطريقه سلميه، وقال لهم انا محتاج للفلوس خصني نديهم للوالد ديالي باش نعالجه. في الاخر انهم قبلوا وخلاوه انه يدي الفلوس، ولكن ملي كان خارج شدوا عليه الباب تما باش هو انفعل، وكان كيحاول انه يخرج باي طريقه من المؤسسه البنكيه، بالاضافه الى انه قال انه في حاله ما اذا كانت نجحت له العمليه كان غادي يعطي الفلوس للمستشفى وغادي يمشي يسلم راسه للشرطه القضائيه، لانه هو عارف راسه ان هذاك الفعل اللي قام به هو فعل مخالف للقانون وانه يعاقب عليه القانون. كان الهدف ديالو هو انه يعالج الاب ديالو، في نفس الوقت يعرف بديك المنطقه وبديك الوضعيه المزريه اللي كيعيشها الاب ديالو، بالاضافه الى الوضعيه المزريه ديال ديك المنطقه ككل. في الاخر سمع له كما قلت السيد الوكيل العام مشكوره، تم تحديد الجلسة، تم إيداعه في السجن، وقبل ما يتم الإيداع في السجن أنه حالوا على الطبيب أنه باش يشوف الحالة الوضعية الصحية ديالو، لأنه تعرض كما شافوا المغاربة كاملين أنه تعرض للضرب من طرف مستخدمي ديال البنك ومن طرف ضابط الشرطة القضائية، راه الفيديو شافوه المغاربة كاملين، وصافي مباشرة من المستشفى غادي يتم الإيداع ديالو في السجن المدني بطنجة. وتحددت له الجلسة ديال يوم الخميس، وغادي يكون مجموعة ديال الزملاء حتى هما اتصلوا بنا وأبدوا الرغبة ديالهم أنهم يأزروا هاد الشخص هذا نظرا للوضعية الاجتماعية. وحنايا أملنا في القضاء الجنائي الابتدائي كما عودنا دائما أنه قاضي إنساني قبل أن يكون قاضي قانوني، وأنه غادي يراعي الظروف الاجتماعية ديالو والوضعية الصحية ديال الأب ديالو ويمتعوا بظروف التخفيف. هذا هو الأمل ديالنا في القاضي ديال المحكمة الجنائية الابتدائية بطنجة.